بث التلفزيون الأردني في الآونة الأخيرة مسلسل استطاع هذا المسلسل أن يفرض نفسه وأن يلقى لدى المشاهدين في الأردن وفي أقطار عربية أخرى نجاحا منقطع النظير. والحقيقة وببساطة أن هذا المسلسل نجح في رأي الكثيرين، وأعتقد أنه أنا أشارككم في هذا الرأي، لأنه عبارة عن تمثيل صادق للبيئة الأردنية، كيف يعيش آباءنا وكيف عاش أجدادنا وكيف بتصرفوا وما زالوا. هذا الصدق الذي تجلى في هذا المسلسل وروعة الأداء، وخصوصا أداء ممثلينا المحليين الذين نفتخر بهم كل الافتخار، كان من أسباب النجاح. نتقدم لهؤلاء الممثلين بوسام الفخر والاعتزاز بهم، ويسعدنا أن يكونوا ضيوف الشرف معنا في الاستوديو لهذا اليوم السيد محمود أبو غريب الشيخ مفوز، السيد محمد العباد مكاري، والسيد نبيل المشيني فليحان، وطبعا المسلسل هو ورحة وابن عجلان. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. اهلا اهلا فليحان، كيف حالك؟ الله يسلمك. اولا قبل ما نحكي، انا بالنيابه عن الاخوان عاجز عن الشكر للكلمه الظريفه اللي قدمتنا فيها. والله هذا صدق وحق، يعني ما بدي اجاملك. كلمتك فتحت لي مجال انه احكي بعض الكلمات، خصوصا عن الفنان المحلي الاردني. تفضل. مش بس وضحى وابن عجلان طلع فنان محلي اردني، في كثير مسلسلات عملناها طلعت العديد من الفنانين المحليين الاردنيين. وانا ما بديش في مجال الحديث الوم اي انسان، لكن بدي احكي عن الفنان المحلي الاردني. الفنان المحلي الأردني أثبت جدارة مع الفنانين العرب اللي شاركوه في عدة مسلسلات، والرأي اللي بقوله مش رأيي، رأي الفنانين العرب النجوم الكبار العرب اللي شاركوا الفنان المحلي الأردني المسلسلات اللي عملها. كلهم أجمعوا على أنه الفنان المحلي الأردني بالمستوى العربي المطلوب. نعم. فبعرفش شو الخطوات القادمة اللي ممكن الفنان المحلي الأردني يأخذ مكانه فيها. طيب يا أخي محمد، مكاري هي باللغة البدوية الصحيح ولا مشاري؟ هي مشاري. مشاري. آه. طيب يا أخي مشاري، هل التقدم اللي قلناه إنه البرنامج هذا لأنه عبر عن صدق الواقعية المحلية كانت من أسباب النجاح؟ شو رأيك أنت بالموضوع كإنسان عشت هذا المسلسل واحد أبطاله؟ نعم. هو لا شك أنه القصة كونها بتحكي عن البيئة، بيئة أبائنا وأجدادنا، هي السبب في نجاح المسلسل، لأنه دائما أي الجمهور بحب يشاهد المسلسلات البدوية. نعم. اثنين، لا شك أنه الممثل الأردني ساهم في نجاح مسلسل وضحى وابن عجلان، لأنه اللهجة مش غريبة عنا والموضوع مش بعيد عنا، يعني احنا بنحكي شيء منا نابع منا، فما كان مسلسل وضحى وابن عجلان موضوعه غريب عنا حتى ان نستورد الموضوع من برا ونتقمص شخصياته. بالعكس، شخصياته منا فينا، فعلى هذا الاساس بتصور. يعني على هذا الاساس اني انا عايش شخصية فليحان. والله بدعت بشخصية فليحان. طيب والشيخ مفوز كيف حالك؟ يا هلا يا هلا يا مرحب. الناس نسوا اسمه الحقيقي، بس بصراحة يعني أصبحت وين ما أروح الآن الشيخ مفوز. هذا دليل نجاح، دليل نجاح جدا الحمد لله، دليل الفوز. والله أنا بدي أقول، يعني أعلق كلام الإخوان، أنه وراء كل عمل ناجح في شيء. العمل مش تمثيله بس، يبدأ من القصة إلى سيناريو، نعم، إلى الإخراج، إضاءة، صوت، ديكور، كل هذه عوامل
مكملة لنجاح المسلسل. توافقون على رأيه يا هالربع؟ ايه بالله يا ابو مشعل انا موافق. لا بالله انا من موافق. كيف نهاجمه بالحال لسه جروحنا ما شفيت ولا هيئنا رجالنا ولا سلاحنا؟ يا وجوه الخير، ابن عجلان ما هو ولد، وانا متأكد انه الان ماخذ حذره منا وعيونه علينا من كل جهة ويرصد كل حركة نتحركها، وحنا ما نقدر نغزيه بهذا الوقت. وإذا أنا طوعتكم وغزينا بن عجلان رايح تكون خسائرنا أكبر ويهزمنا هزيمة ثانية، وضربتين بالرأس يوجعن. وعندك خطة ثانية يا عمي؟ إيه يا فلحان عندي. مكاري. نعم يا عمي. صب فنجان قهوة تعال عندي. هذا فنجان ابن عجلان، من يشربه؟ من يشربه؟